كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل، والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل، مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربي أطلق لساني وفك رهاني وأخرس شيطاني واجعل حديثي لوجهك لا حديث رياء ولا سمعة. السلام عليكم ورحمة الله، والحلقة الأولى على طريق الله. في وسط الخناقات السياسية الكتير والأحداث الكتير والمظاهرات الكتير، حس ان احنا محتاجين لربنا سبحانه وتعالى، نستريح مع ربنا، نطمن مع ربنا، نعرف ربنا، نحس ان احنا مستقبلنا بايد الكريم. وانا اشكر تلفزيون النهار انه اتاح لي الفرصه اتواصل اكتر مع ابناء بلدي واكون قريب اكتر من المشهد اللي بيحصل، مش قرب سياسي، قرب على طريق الله سبحانه وتعالى. بصوا يا جماعه، كده كده طول ما العمر بيعدي بيك بياخدك في طريق، اما طريق ربنا سبحانه وتعالى اللي أوله سعادة وسكينة في الدنيا وأخرته رضا الله عز وجل والجنة، وإما طرق تانية في الدنيا متشعبة أقصى متعة فيها لذة تنتهي بنهاية حياة الإنسان. علشان كده إحنا جايين النهاردة عشان نبدأ مع بعض وإيدينا في إيد بعض ونمشي على طريق الله. على طريق الله أول دعوة في القرآن ربنا عز وجل طلب منا إن إحنا ندعيها، فأشرف سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كل دي مقدمة عشان الدعوة، اهدنا الصراط المستقيم. يا رب ساعدنا وقدرنا نمشي على الصراط المستقيم على طريق الله. وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي من حديث ابن مسعود حريص صلى الله عليه وسلم أنه يشرح للصحابة ويقربهم على طريق الله، فكان ياخد خشبة زي القلم كده ويحط خط على الرمل ويقول هذا سبيل الله، ده طريق ربنا اللي عايزكوا تمشوا عليه يا كل الناس على طريق الله، هذا سبيل الله. وحط خطوط يمين وشمال هذا الخط وقال وهذه سبل الشيطان، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طريق الله فيه الأمانة اللي بتخليك إنسان مؤمن، وطريق الشيطان فيه الغش اللي بيخليك ليس منا، من غشنا فليس منا. طريق الله فيه الشرف اللي بتنول بيه رضا ربنا، وطريق الشيطان فيه الرشوة اللي بسببها ممكن تصيب أي حد من لنا اللعنة، لعن الله الراشي. طريق الله عز وجل فيه الشغل والاجتهاد، وطريق الشيطان فيه الكسل والبعد عن نفع المجتمع. طريق الله هذا السبيل اللي سيدنا محمد قال لنا امشوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. طريق ربنا واسع مليان بالحارات، لو انت تصورته واسع بيسع الجميع، وفي حارات ماشيه في ناس ده بيعبد ربنا بعبادة الجوارح، وده واثق ومطمن لربنا بيعبده بقلبه، والتالت بيعبده بنفع المجتمع. طريق واسع يسع الجميع، وأبواب كتيرة توصل لرب العالمين سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. معنى الآية اللي يقصد ربنا، ربنا يعينه، على الله، على الله ديتك، على الله مساعدتك، على الله توفيقك وإعانتك إنك تمشي على طريقه. بس أقصد ربنا وقول له يا رب إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ده شعار على طريق الله، وإحنا مع بعض رايحين لربنا عشان نطمن في الدنيا ونعرف نعبده ونحبه ونوصل لرضاه والجنة في الآخرة. وإحنا ماشيين قدامنا قريب مش بعيد السائر الأول صلى الله عليه وآله وسلم، السائر الأول اللي سابقنا على طريق الله، وهو بيقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،
على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عارف معنى الآية؟ قل هذه سبيلي، طريق ربنا هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، أدعو إلى الله، يلا يا جماعة ورايا على بصيرة. أنت مش هتمشي على طريق الله وانت مش فاهم او مش شايف او ما حبيتش ربنا، لا، انت هتمشي ببصيره، بعلم وفهم ومحبه، عشان تتعلق بسيدنا محمد، تتعلق برب العالمين. على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين، لن اشرك بربي احد، هو طريق واحد هسلكه. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. السائر الاول الذي سار ووصل ثم عاد فأخبر القوم بما استفاد صلى الله عليه وآله وسلم. يمشي على الطريق، إحنا قلوبنا مع الله وعينينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عينينا على سيدنا محمد اللي ربنا قال له يا محمد وعزتي وجلالي، لو جاءوني من كل طريق أو استفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يأتوا من ورائك. بس خد بالك، على طريق الله، طريق الله في أماكن وعرة محتاج تفهمها كويس، وأماكن سهلة محتاج تعرفها، وفي وقود معين لازم تتزود بيه. عشان كده صلى الله عليه وسلم شبه طريق ربنا في حديث صلى الله عليه وسلم لما قال كما في مسند الإمام أحمد من حديث النواس ابن سمعان، قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ربنا بيشرح لنا يعني إيه طريق الله، فقال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، على جنبتي الصراط سوران، وفي السوران أبواب مفتوحة، وفي الأبواب المفتوحة أو على الأبواب المفتوحة ستر مرخاة. طريق ربنا في سورين على الجنب، في بيبان مفتوحة عليها ستاير، في أول الطريق داع يدعو أيها الناس ادخلوا الطريق ولا تتفرجوا، تقعدش تلتفت، امشي. وفي وسط الطريق داع يدعو إذا أراد أحد أن يفتح هذه الستائر، ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، لو فتحت هتقع. ثم قال صلى الله عليه وسلم بيشرح الطريق والحيطان والأبواب والستائر، قال أما الطريق فهو الإسلام على طريق الله، وأما السوران فهم حدود الله افعل ولا تفعل، وأما الأبواب المحارم يعني الحرام، وأما هذا الداعي اللي في أول الصراط هو القرآن بيقول لك امشي على الطريق، والداعي الذي في وسط الصراط هو واعظ الله في قلب كل امرئ مسلم، شيخك الداخلي اللي دايما بيوعظك وبيقول لك قرب لربنا ضميرك. شيخك الداخلي ده لازم يكون صاحي، هنتعلم مع بعض ازاي ضميرك دايما يكون مستيقظ، حاسس بربنا، فاهم عن ربنا. شوف النبي بيشبه طريق ربنا كأنه في أشياء لازم تتعلمها. عشان كده إحنا على طريق الله، على طريق الله لأن سعادتك على طريق الله، على طريق الله لأن همومنا مش هتتحل إلا وإحنا على طريق الله، على طريق الله تتعلم تاخد حقك في الدنيا بالطريقة اللي ربنا يرضيها يرضى عنها وإنت على طريق الله. تعالوا مع بعض يا جماعة كل يوم نتكلم عن معلومة جديدة تحببنا في رب العالمين سبحانه وتعالى، عن معلومة تفهمنا النبي كان عايش إزاي بالإسلام، عن معلومة عن نفسنا تخلينا عارفين هذه النفس تقودنا إلى الله مش تقودنا إلى الشيطان. كل يوم وإحنا مع بعض على طريق الله. هسيبكم تصلوا على النبي وأشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. كده يا جماعة هنسعى، عايزين السعي ده يكون على طريق الله. السعي ده بيتكتب وهتشوفه يوم القيامة ونتحاسب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى في آخرة هنقابله، لما ربنا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، أنت هتشوفه والمؤمنين هيشوفوه والنبي هيشوفه ورب العالمين هيطلع على هذا السعي. فتعالوا نخلي هذا السعي على طريق الله. يا ترى في أول حلقة على طريق الله هكلمكم عن إيه؟ عن الصلاة ولا الصيام ولا الحجاب ولا الحج ولا الذكر؟ أنا مش هعمل كده لأن النبي ما عملش كده عليه الصلاة والسلام. أنا هحاول أعمل زي النبي. النبي لما بدأ مع الناس على طريق الله كلمهم عن الله. الغاية من الطريق
ازاي تمشي على طريق وانت مش متعلق بغاية الطريق ده؟ ازاي تستسهل طريق وانت مش متعلق باللي انت رايح له؟ واحد يقول لي انت بتكلمنا عن ربنا ليه؟ ما كلنا مؤمنين بربنا. اقول له صح، عندك حق، بس اهل العلم بيقولوا الايمان بربنا مستويين، ايمان تصديق يشترك فيه كل الموحدين، كلنا مصدقين بوجود ربنا، وايمان معرفة، ان انا ارتقي من التصديق ان انا اعرفه، افهمه، اشوفه حواليا بقلبي، اتعلق بيه، احس بيه في كل شيء حواليا وهو بيبعت لي الرسائل، ان انا اعرف ربنا سبحانه وتعالى. وانا عايز اقول لك انك انت وانت ماشي على طريق الله، اول حاجه بتعرف ربنا، ثم تحبه، ثم تعبده. العباده يعني الطاعه بحب، تعرفه، تحبه، تعبده. احنا للاسف الشديد ساعات بنبدا بالعكس، بنقول افعل، اعمل، ما تعملش، يعني اعبده. اعبده ليه؟ انا مش متعلق بيه. انا اتعلمت من صغري ربنا هو الكبير اللي خلق كل حاجه، بس انا حبه في قلبي ساعات كتير في اشياء تانية بحبها اكتر. فاحنا الاول لازم نعرفه، واحنا هنتكلم على ربنا اول حاجه على طريق الله، عشان لما نعرفه ونحبه فنطيع ربنا سبحانه وتعالى واحنا مستمتعين بربنا جل في علاه. سألت نفسك قبل كده ليه الصلاة اتفرضت بعد 10 سنين من الدعوة سنة 10 هجريا، والصيام بعد 15 سنة، والزكاة برضو بعد 15 سنة، والحج بعد أكتر من 20 سنة، والخمرة اتحرمت بعد 16 سنة؟ أمال النبي كان بيكلمهم في إيه صلى الله عليه وسلم في المدد الطويلة دي قبل التشريعات دي ما تنزل؟ النبي كان بيكلمهم عن ربنا، كان بيعلقهم بربنا، كان بيفهمهم عن ربنا، كان بيعرفهم هو قد ايه حكيم عشان يثقوا في افعاله، قد ايه كريم عشان يطمنوا ليه، قد ايه رحيم عشان يفضلوه عن غيره، قد ايه عدل علشان يبقوا هم كمان بيتعاملوا بالعدل ويتخلقوا باخلاق الله سبحانه وتعالى، قد ايه لطيف علشان يحسنوا الظن بربنا. فكان بيكلمهم عن الله عشان لو حبوا الله هيستمتعوا بطريق الله ويسيروا على طريق الله بسهولة. عارف يعني إيه الله؟ أهل العلم بيقولوا إن الله جاية من آلهة. آلهة ليها 3 معاني عند العلماء. آلهة يعني أطاع بحب، يعني عبد، وآلهة يعني لجأ في الشدائد، وآلهة يعني خلق من العدم. يبقى آلهة أطاع بحب، آلهة لجأ في الشدائد، آلهة خلق من العدم. استنى، يعني الله المعبود بحب، الذي خلق من العدم، والذي يلجأ إليه في الشدائد، ده معنى الله. عارف بقول لك معناها ليه والعلماء قالوها ليه؟ علشان كل اسم ليه صورة، ما أقصدش صورة ربنا ليس كمثله شيء، ليه صورة ترميز. أول ما أقول لك الله تفتكر الذي يطاع بحب، أول ما أقول لك الله تفتكر الذي خلق من العدم، أول ما أقول لك الله تفتكر الذي يلجأ إليه في الشدائد. الله سبحانه وتعالى جل في علا. على فكرة كل ما تعبده، كل أنا آسف، كل ما تعرفه تبدأ تحبه. عشان كده كتير مننا يا جماعة، أنا ما عندي مشكلة في الخشوع، أنا مش قادر أخد خطوة الحجاب، أنا مش عارف ليه مش مقبل على ربنا عشان ما عرفوش. أقبل عليه ليه؟ عشان علموني إن ده ربنا، بس أنا من جوايا الحقيقة مش متعلق بيه قوي. عشان كده كان لازم أول حلقة على طريق الله تبقى عن الله عز وجل. الله اسم كله جمال وكمال وجلال وعظمة. الله اسم ما تعلق بيه مريض إلا شفاه. الله اسم ما تعلق بيه مكروب إلا كشف كربته وأعطاه. الله اسم ما تعلق به داعي إلا أجاب دعواه. الله اسم ما تعلق به مذنب إلا تاب عليه وهداه. الله، لازم الله لما تسمع الكلمة دي لفظ الجلالة تحس إن في شيء اتغير جواك، وإلا صعب جدا نمشي مع بعض على طريق الله. تعالوا مع بعض قبل ما أتكلم على الله نسأل بعض الناس، هو أنت لما بيتقال قدامك الله بتحس بإيه؟ هو أنت لو دلوقتي وقفت قدام الله هتقول له إيه؟ هو أنت لما بيجي على بالك الله إيه الشعور اللي بيملى قلبك؟
تعالوا مع بعض نروح للشارع المصري ونشوف أين الله من قلوب العباد. تفضلوا وانتوا بتصلوا على النبي. كلمة الله بحس ان انا مرتاحة وان كل حاجة في الدنيا هتعدي. بحس بشعور غريب جدا، بحس ان انا عايز اعيط، بحس ان انا ببقى اوقات كتيرة جدا بعيدة عن ربنا، وبحس ان انا اول ما بسمع كلمة الله او كلمة ربنا ان انا ببقى عايزة ارجع له وعايزة اروح له وعايزة اتقرب له. اولا خشوع جامد جدا لربنا سبحانه وتعالى، دي قبل كل شيء، لان الانسان من غير ربنا مش هيساوي اي شيء. بحس بقشعيرة بجسمي بجماله بحلاوته في جماله، في اكتر من ربنا تاني. الارتياح، طمأنينة، الاحتياج كمان اكتر. لما بسمع كلمة الله اول حاجة بتخطر في بالي بحس بشوف قدامي اولا صورة الكعبة. بحس ان انا تايهة، كلمة الله دي بتحسسني فعلا ان ربنا هيبقى معايا في اي حاجة صعبة. ثانيا ببص للجنة، كعبة. لو حد قال لي اوصفي ربنا اقول له ان ربنا ده كبير قوي وحاجة جميلة جدا، هو مش هنعرف نوصفه بس هو جوه كل حد فينا. قالوا الله جميل والله غفور رحيم. بص حواليك وبص للسماء وشوف مين اللي مبدع الحاجه دي. انت لما تبص المبنى صغير عباره عن 3 4 دور ولا 10 دور ولا 20 دور بتقول ياه، طب بص ربنا عامل ايه اللي مطلع السماء من غير عواميد. الله سبحانه وتعالى ملك الوجود وليس له حدود. ربنا في الزرع، في الميه، في كل حته، في الزرع، في شجر، في كل ممتلكات الله. خالق الكون اكرم الاكرمين. لكل شيء بدايه، وما ينفعش بدايه الكون ده تكون ذره او صدفه، يعني مين اللي خلق الصدفه دي؟ ربنا. يوم القيامه لما اشوف ربنا هقول له سامحني بجد، انت عملت معايا حاجات حلوه كتير قوي بس انا ما كنتش قادره اوفي كل النعم اللي انت عملتها فيا. هقول له سامحني، هقول له اغفر لي اللي انا عملته، هقول له ربنا اننا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا، سامحني وعملت على قد ما اقدر، سامحني. اوصف علاقتي بربنا بلا اله الا الله. انا بحب ربنا جدا جدا. علاقتي بربنا الارض، الاحتياج. يا حبيبي يا الله. شفتوا جمال الست الطيبة وهي بتقول ربنا في الزرع والمية وكل حاجة؟ دي عقيدة أهل السنة والجماعة، الست عارفاها. احنا مش هنشوف ربنا بوجوهنا إلا في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لكن في الدنيا أمرنا أن احنا نشوفه بقلوبنا، أن تعبد الله كأنك تراه. في كل شيء تفهم ربنا وتحس بربنا وتشوف ربنا بقلبك. شفت الشباب وهو بيقول لما قابل ربنا هقول له سامحني واغفر لي. شفت الراجل الطيب أبو نضارات جميلة وهو بيقول يا حبيبي يا الله. صعب قوي نمشي على طريق الله وإحنا مش متعلقين بربنا. لما معرفناش ربنا وما تعلقناش بيه عاملناه بأهون ما نعامل العباد. تقربنا إلى العباد بالغالي والرخيص وحبناهم وقلنا أحلى كلام للعباد وضحينا بما نملك. أما الله عز وجل كثير مننا بخل عليه بأبسط الأشياء. عشان كده أول خطوة على طريق الله لازم يكون كلام عن الله عز وجل، أعرفه، أتعلق بيه، أحبه. تعالوا مع بعض أول خطوة على طريق الله نتكلم عن الله، ولكن صلوا على النبي. شوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. فاكرين يا جماعة لما كنا بنقول خطوات علاقتك مع ربنا انك تعرفه، فلما تعرفه تحبه، فلما تحبه تعبده؟ احنا بنعرفه دلوقتي. بفكرك تعبده يعني تطيعه بحب سبحانه وتعالى. طيب اعرف ايه عن الله عشان لما اعرفه احبه فاطيعه بحب؟ تعرف اربع حاجات عن الله سبحانه وتعالى.
تعرف عن عظمته سبحانه وتعالى، فلما تعرف عن عظمته قلبك يخضع لعظمة جلال الملك جل في علاه. تعرف عن فضله السابق، كمية النعم والرحمات اللي أعطاها ليك رب العالمين عشان حياتك تستقر، فتبص ورا كده تلاقي لحم كتافك من خير ربنا سبحانه وتعالى، ولولا النعم دي كان زمان الإنسان ضايع ومشتت في الحياة. تعرف إنك أنت محتاج له إنه يكمل عطاءه ليك ورحمته ونعمه في مستقبلك، عنده عطاء سابق وانت محتاج لعطاءه اللاحق، فترجوه وتعيش دايما بتقول يا رب محتاج لك، ما تسيبنيش لحظة ولا طرفة عين. يبقى عظمته، إحسانه السابق، عطاءه اللاحق، ثم تعرف قوته وسلطانه وقهره فتهابه وتخاف منه سبحانه وتعالى، وتخاف على حبه جل في علاه، تخضع وتحب وترجو وتهاب. تعرف عظمته، تعرف النعم وعطاءه السابق، تتمنى عطاءه اللاحق، ثم تعرف سلطانه وقوته وقهره، عظمة ربنا جل في علاه. أول حاجة لازم تعرفها عن ربنا، عمرك شفت البرق وسمعت الرعد؟ في سورة كاملة في القرآن اسمها سورة الرعد. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. اسمع، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، البرق تخاف لما تشوفه وتطمع في المطر وكرم ربنا وخيره، وينشئ السحاب الثقال، لما تبص للسحاب العظيم ده، عظمة السحاب ده تفتكر عظمة الله عز وجل اللي بيقولك بص لعظمته في عظمة السحاب، وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. في الحديث أن صوت الرعد تسبيح بعظمة وحمد رب العالمين، والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، شديد العظمة والقوة. في كتاب العظمة لابن أبي الشيخ يقول سيدنا عبد الله بن عمر: كان النبي على المنبر يرفع صوته يقول يمجد الرب نفسه، ربنا بيعظم نفسه، يقول أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر. قال ابن عمر: فنظرنا فإذا المنبر الخشب يرجف برسول الله، بيتحرك والنبي بيمجد رب العالمين وبيتكلم عن ربنا، يمجد الرب نفسه جل في علاه. قال: فرأينا المنبر يهتز يرجف برسول الله حتى قلنا ليسقطن به، خفنا على النبي لحسن يقع، الخشب خشع على عظمة ربنا. كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث عوف بن مالك كان إذا ركع يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الركوع فيه تمجيد وتعظيم لربنا. وكان إذا سجد قال مثل ذلك وبقي مثل الركوع، عمال يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. عشان كده ما تستغربش لما النبي عليه الصلاة والسلام كان راجع من غزوة ذات الرقاع ومعلق السيف زي ما انتم عارفين القصة، ويجي واحد من المشركين يشد السيف والنبي نايم ويقوم النبي والسيف في رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص لحظة والسيف يخش في رقبة النبي يقول له: يا محمد من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ أنت أصلا مش حاجة يا اللي بتتكلم، ما فيش غير العظيم القوي فبمنتهى القوة ومنتهى الثقة بمنتهى التعظيم، من يمنعك مني؟ قال: الله. كلمة أسقطت السيف من إيد الراجل. تعرف تقولها وانت بتعظم ربنا لحد هيضرك ولا هينفعك، لحد هيكون جنبك ولا حد هيذلك ولا يعزك إلا العظيم، عظيم السماوات والأرض. وأقول لك على حاجة، مش بس عظيم في ملكوته وقوته، ده عظيم في رحمته. فاكر حديث الرحمة أن ربنا خلق الرحمة 100 رحمة 100 جزء، أنزل جزءا إلى الخلائق. بس تأمل معايا في عظمة ربنا، عظمة القوة وعظمة الرحمة، جزء من 100 جزء يتراحم بها الخلائق، الإنس، بص الحديث، الإنس والجن والبهائم والهوام، الرحمة اللي في قلوب مليارات الأمهات، الرحمة اللي في قلوب الآباء، الرحمة اللي في قلوب حقوق الإنسان
الرحمة اللي عند الحيوانات، الرحمة اللي عند الحشرات، كل ده على مدار التاريخ من لدن آدم إلى قيام الساعة، بالإنس بالجن بالحيوانات بالحشرات، كلها جزء من 100 جزء. طب وبقية 99 عند ربنا يرحم بها الخلائق يوم القيامة، عظيم حتى في رحمته سبحانه وتعالى. تعرف عنه إيه؟ تعرف عن عظمته. فلما تعرف عظمته تخضع لجلال الملك سبحانه وتعالى. 2، تعرف عن الله إحسانه القديم. تأمل معايا في تاريخك كده مع ربنا، وقت الأزل، عند علماء العقيدة في وقت اسمه الأزل يا جماعة. الأزل يعني لما ربنا كان لوحده، يوم ما كان بيقدر مقادير الخلائق قبل ما يخلقنا. مين كان واقف مع ربنا وقتها بيقول له معلش عشان خطري طلعهم مسلمين من أمة النبي، كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ محدش كان موجود أصلا، ما كانش فيه إنسان ولا مخلوقات. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كانش فيه إنسان ولا أنا ولا أنت. مين اللي راح قال ربنا يا رب معلش سمعهم عنك في البرنامج واغفر لهم بالقعدة الحلوة دي؟ ما كانش فيه إلا الله إحسانه القديم من الأزل. مين كان موجود وقتها عشان يقول ربنا ممكن يا رب تسخر حملة العرش الملائكة العظيمة علشان يستغفروا للمؤمنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذا تكلمنا أنك تعرف عظمة ربنا، بنتكلم دلوقتي أنك تعرف تاني حاجة، إحسانه القديم ليك. عشان لما تعرف إحسانه القديم تتعلق بيه وتحبه بعد ما خضعت لعظمته. مين كان موجود يوم ربنا عز وجل قدر أن يستر منك القبيح ويظهر الجميل؟ يا من أظهر الجميل وستر القبيح. كنت بتعصي في السابق وكان بيحسن إليك في السابق بالستر والرعاية جل في علاه سبحانه وتعالى، ما كناش في حتة. كنت فين لما دعيت وربنا استجاب؟ لأنه حنين حنان جل في علاه. بل ثلاث ارباع، بل اغلب اللي عندك من غير دعوات اصلا من ربنا سبحانه وتعالى، عطاء من غير ما تدعو. عرفت عظمته؟ اعرف احسانه السابق ليك. وتعرف حاجه كمان، رقم 3، تعرف انه لو ربنا قطع احسانه في اللاحق في المستقبل هتضيع. انت محتاج تعرف احتياجك لكرمه اللاحق اللي في المستقبل. زي ما أحسن في السابق وكان كريم، يا رب كن معي كريما لغاية ما أشوفك في الجنة. أقولك على حاجة في رقم 3 دي، رجاءك في عطائه اللاحق. مش نفسك تبات مستور النهاردة؟ مين ليك إلا الله وانت على طريق الله كده عشان يبيتك مستور؟ عايز تسمع أخبار حلوة ما تسمعش أخبار وحشة تقبض قلبك في المستقبل؟ مين ليك إلا الله وانت على طريق الله؟ نفسك تصحى الصبح ما تلاقيش كاوتش عربيتك نايم وتتعب من أول اليوم كده؟ مين ليك إلا الله عز وجل وانت على طريق الله؟ لو انت فاتح المحل بسم الله كده، ايه استعنى عشاء بالله، مين ليك إلا الله عشان يهدي الزباين يشتروا من المحل بتاعك؟ مين ليك إلا الله؟ انت لازم ترجو عطاء اللاحق وتعرف ان انت في المستقبل زي ما أحسن ليك في السابق مالكش إلا الله عشان يكرمك في اللاحق سبحانه وتعالى. ليس لك إلا الله عز وجل. مين ليك إلا الله سبحانه وتعالى؟ يشرح صدرك للهداية في المستقبل فتفهم رسائل ربنا. جسمك بيتغير كل 6 شهور، بعد 6 شهور أنت مش أنت، خلايا تانية وكبد تاني وكلية تانية أنت مش أنت. والخلايا دي بتتجدد، منها اللي بيتجدد كل يوم بالملايين ومنها اللي كل شهر. ولو خلية تجددت أو اتحركت بطريقة أسرع شوية يصاب الإنسان بالسرطان. مين ليك إلا الله؟ ترجو عطاء اللاحق سبحانه وتعالى جل في علاه. عظمته، يعرف عظمته عشان تخضع لكبرياء وعظمته. اعرف إحسانه السابق عشان تعرف إن لحم كتافك من خيره فتشكره وتحبه. اعرف احتياجك لكرمه وعطاء اللاحق عشان تعيش بترجوه وتقول له يا رب ماليش غيرك، كمل يا رب عطائك معايا، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. يبقى شيء أخير تعرفه، تعرف قوته وسلطانه وقهره. بس أنا قبل ما أكلمك عن الله قوته وسلطانه وقهره، عايز أروح معاكم لقمان.
لقمان كان شاب أمريكي مش مسلم، لكنه قرأ عن تعريف بس الإسلام، إنه الخضوع لله والتسليم لله. كلمة دي شقلبت كيانه. في المكتبة عندهم بيقرأ موسوعة كده، دور على ربنا، اهتدى الناس غلط ما تعرفش ربنا بطريقة صح، استريحش معهم، راح لناس تانية على طريق الله، عرفوه على ربنا، مخبي على جدته إنه أسلم، لكنها حست بعلاقته بالله بهدايته، حست واحد تاني أطيب وأجدع وأكرم وأرحم وأحن، كل ده عشان عرف الله، فعرفت إنه أسلم. تعالوا نروح للقمان المسلم الجديد، هو مش جديد، مسلم من سنين، لكن اسمع جمال كلامه عن الله، وارجع اقول لك الحاجه الرابعه اللي المفروض تعرفها عن ربنا. اتفرجوا على لقمان وانتوا بتصلوا على النبي. Lukman Elamine. I'm 29 years old. I'm from Detroit, Michigan, and currently I'm studying the Arabic language and Islamic studies here in Cairo. I embraced Islam at 16 years old. For me, I chose Islam because the definition of Islam was really intriguing to me. Actually, I had never met any Muslims before, although I'm from Michigan, which has it's an area where there are a lot of Muslims. I had never met anyone. But the idea of the complete submission to the will of God was something that was really appealing to me. When I embraced Islam, it made me more complete, if that makes sense. I believe that there was a particular emptiness in my heart that I didn't really know exactly what I was supposed to do. I didn't really know what my purpose was. And Allah, He healed my heart from the inside out, because I was from a very negative place. I didn't used to like people much at all. I used to hate people. I used to hate a lot of things, and I didn't see the purpose in life. It was a very negative, pessimistic type of situation that my heart was in. But Allah softened my heart and made me more of a spiritual person, in a sense that now I care about people. I smile all the time. So instead of being mean, like everybody in the city walks around mean, now I smile all the time, and I love people. I love life. My relationship with Allah is one that's really, really personal. So my relationship with Him is one of closeness, of one of love and mercy. I try to be as good as I can be, and that's what it is. If someone never heard about Allah and they ask me, who is Allah? What is He about? One of the first things I would tell them to do is to begin to reflect on creation. You know the Creator through His creation. You see the beauty inside of the human beings. You see the good things, the bad things. And I would tell them to reflect on that, to reflect on the best moments that they've ever had in their life, and know that that was Allah smiling on them, so to speak. If I were to meet Allah tomorrow, one of the first things I would say would be thank you. One of my du'as that I always make is to allow my best day to be the day that I meet my Lord. Because I know that I'm not perfect. I know that I've made mistakes. And I know that despite all of the shortcomings that I have as a human being, He still showers me with His mercy, which is incredible. One of the things I would want Allah to tell me would be, well done. You did your best. And, I would want, as they always say, to get your book in the right hand. I would want Allah to just allow me to enter paradise. I guess to describe Allah in one sentence, the one thing I would say is that, Allah is really merciful. He's everything. He is your Lord, and regardless of what happens in life, you have to always remember that He's always there for you. True happiness in this life, on the road with Allah, khaliq ala tariq Allah. شوف قد ايه كلامه جميل عن ربنا سبحانه وتعالى. لما عرف ربنا بيقول انا كنت قبل ما اعرف ربنا بكره ناس كتير وبكره حاجات كتير،
وأول ما عرفت ربنا عز وجل حبيت الحياة، حبيت كل شيء. وهو ده السائر على طريق الله، لما عرف ربنا حس بيه في كل حاجة، شافه بقلبه في كل شيء، فهم رسائل ربنا، حس إنه عايش في ملكوت العظيم الكريم القريب الرحيم، فاستمتع بربنا. ما كانش الدين اكتئاب ولا تزمت ولا بعد عن المجتمع، بل كان مبني على الحب والتعلق بغاية طريق الله وهو ربنا الله عز وجل. لو عرفت ربنا هتبقى زي لقمان كده مبتسم على طول في وجوه كل الناس. واحنا كل مرة على فكرة هنحاول نجيب لكم قصة إنسان كان بعيد عن طريق الله وعرف ربنا ورجع لطريق الله. إما واحد نقابله ونقعد معاه ونسمعه، أو أحكي لكم قصته عشان يبقى ده السائر قدوتنا النهاردة على طريق الله. النهاردة اللي عرف ربنا فبقى ألين قلب وبقى روحاني زي ما لقمان قال هو لقمان. قبل ما نروح للقمان كنت بكلمكم أنك لازم تعرف عظمة ربنا فتخضع، ثم تعرف إحسانه في السابق فتحبه وتشكره، ثم تعرف أنك محتاج لإحسانه في المستقبل في اللاحق فتعيش بترجوه وتعيش جنبه ملكش غيره. يبقى شيء هنتكلم عليه دلوقتي، ألا وهو أنك تعرف قهره وقوته وسلطانه فتهابه. لكن تعالوا نتكلم عن الهيبة، هيبة الله في القلوب، ولكن بعد الفاصل. صلوا على النبي، نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. عشان نسير على طريق الله لازم الأول نتعلق بالله، الغاية من الدنيا والآخرة، الغاية من طريق الله عز وجل. اتكلمنا عن عظمة الله عشان نخضع لله عز وجل، اتكلمنا عن نعمه السابقة المنعم جل في علاه لحم اكتفنا من خيره، اتكلمنا عن احتياجنا لإنعامه اللاحق في المستقبل. لو سبنا ربنا هنضيع، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. وناقص شيء أخير، نتكلم عن قهر الله وسلطانه. الله عز وجل هو القهار. القهار يعني لا يكون في ملكه إلا ما أراد. عندنا كلمة بالمصري كده يقول لك مسيطر، الملك مسيطر، وباللفظ الشرعي المهيمن. لا يستطيع أي حد في الكون أن يفعل شيء خلاف ما أراد الملك. عايز تعرف ربنا؟ تعلق بالقهار جل في علاه. في الثمانينات قصة حقيقية، واحد من اللي كانوا ممنوعين من دخول مصر، مصري ممنوع من الرجوع لبلده، لو رجع يتمسك في المطار. بيتكلم مع واحد صاحبه في بلد من بلاد برا مصر، مصر وحشتني عايز أرجع. قال له هكتب لك جواب مقفول، ترجع مصر ما تفتحش الجواب ده، في اسم حد تروح له في المطار هيعديك من الجوازات مش هتتمسك، تفتحش الجواب إلا وانت في المطار. سافر، جهز شنطه وسافر، وهو عمال يقول يا ترى مين اللي هروح له. بيقول وصلت مطار مصر، فتحت الجواب لقيت مكتوب فيه الله، الله الملك القهار المسيطر المهيمن جل في علاه. بيقول مسكت الورقة كده وكأني أول مرة أشوف لفظ الجلالة الله. رحت عند الجوازات، الضابط بص لي، بص في الباسبور لحظات كأنها ساعات وهي لحظة، قام ختم لي على الباسبور وعديت. قصة حقيقية. وارجع لمذكرات الناس في الثمانينات، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. القهار لما تعرفوا تهابه، صاحب السلطان، صاحب السلطان قادر أن يدي أمر الملك الموت أنه يقبض الروح على المعصية. يا الله لا تقبض روحي على معصية، اللهم لا تأخذني في غفلتي. شوف كلنا بنعصي، لكنك تتمنى أنك أنت تتمنى من القهار صاحب السلطان أنه يرزقنا توبة ويقهر قلوبنا على حبه قبل لحظة الموت. يا قهار يا صاحب السلطان،
لا تأخذني وأنا بقول كلمة سخرية على إنسان بسخر من خلقك، أو كلمة سخط على أقدارك وأنا مش راضي من أفعالك. يا الله احفظني يا قهار وارزقني توبة بعد ما أسخط ولا بعد ما أسخر من حد من خلقك يا رب العالمين. نواصينا بيده، ماض فينا حكمه، عدل فينا قضاؤه. أنت محتاج تعرف القهار. لو عرفت القهار تقول يا رب تهابه، تقول يا رب رجعني ليك، اقهرني على طريقك يا الله قبل ما اموت دلوقتي، الحقني يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. اسمع، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. بص حنية ربنا، فأنى تصرفون. الله في القرآن بيقول لك رايح على فين وسايبني، مصروف عني، رايح فين، طريق مين أحسن من طريقي، طريق مين أحن من طريقي، لقيت مين يعطف عليك زي ما أنا بعطف. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، أنت المرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن اعطف، فعبدك خائف ومروع، يا من يصرف ما يشاء بملكه، يا من له كل الخلائق تخضع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت يدي فأي باب أقرع، ومن ذا الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان خيرك عن فقيرك يمنع. ملناش غيرك يا رب، يا عظيم يا منعم يا كريم يا صبور يا قهار يا رب. لو حسيت بربنا اعقد العزم معانا النهاردة من أول حلقة، نرجع ونسير إيدينا في إيدين بعض على طريق الله، اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بعد ما نخلص الحلقة خش على mustafahusn.com على السايت، عندنا تلاقوا على السايت واجب عملي اسمه إليك ربي. إليك ربي، اكتب جواب لربنا من جملة، اكتب إحساسك بعد الحلقة دي، إحساسك عايز تقوله إيه بعد ما سمعت عنه. خش على السايت، الواجب العملي بيخليك تفتكر دايما كأنك عشت، كأنك بتعبر لربنا عن اللي جواك. خش وعبر وقوله يا رب في جملة كده بعد اللي سمعته عنه النهاردة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم يا من كنت دليلنا عليك فكن شفيعنا لديك. اللهم عقدت قلوبنا العزم على السير إليك، فخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إن ضعفنا في السير إليك فاحملنا حمل المحبين بين يديك. اللهم علقنا بجنابك وأوقفنا على بابك وارزقنا مرافقة أحبابك. اللهم لا تجعلنا نرضى بأحد سواك ولا نكتفي بعوض منك، فأنت مولانا يا مولانا يا نعم المولى ونعم النصير. على طريق الله كل مرة هنتقابل، كل أسبوع نتكلم عن ربنا، تعرف عليه أكتر، نتكلم عن سيدنا محمد عاش إزاي، قريب محب كريم ياخد بإيدينا، نتكلم عن نفوسنا إزاي ناخدها على طريق الله نقرب بيها لربنا، نتكلم عن طريق ربنا نفسه إزاي نفهمه. كل يوم خطوة على طريق الله، يا رب خد بإيدينا، ربنا يتقبل منا ويهدينا ويحبنا. وصل اللهم وسلم وبارك على راحم المذنبين، والحمد لله رب العالمين.
هتشيلش هم ولا تشعر بضيق. قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب، امحي الذنوب